اني اجيت اطلب ايد امك للزواج. شلون؟ وتقولها بوجهي؟ بعد وين اقولها؟ بعلباتك؟ اكيد انت طمعان بملاك امي. طول عمرها تاخذ مني مسواق بالدين. سعدون، لك انا احب انسان اموت عليه، ليش ما تخليني اعيش حياتي؟ عرسان اخر قصه. حامض حلو الليلة السابعة بتوقيت بغداد على MBC العراق وشاهد رمضان يجمعنا.